هو الجديد الفني. انا دابا اثناء يلا ساليت واحد لا شونسون برودكسيون فرونسيز ان شاء الله، ومع دي جي تيتوف حنا يلا كنصوروا في لو كليب، بدا كلشي دابا مقاد، كنشوف غير غادي نخرجها ان شاء الله ابخي رمضان، غتكون لا سوختي ان شاء الله مقاده. غادي تشوفوا واحد الستيل جديد ديال خوكم سعيد مسكير، واحد الستيل اللي ماشي مولف كنديرو ولكن داخل في النطاق وفي المكتبه ديال عبد ربي، ماشي بزاف غادي تشوفوني ولكن ماشي بزاف، ماشي بحال دائما ملي كانوا الخواسير كنتو كتفرجوا فيا يوميا. دابا غادي نكون في بعض الحلقات في دي سيت كوم وداكشي كانفيتي واحد الانسان اللي عرضوا عليه وداكشي، ولكن غادي نشوف، غادي نكون معكم بقلبي في الافطار، كونوا هاني كاع المائده الافطار نكون معكم بقلبي ان شاء الله. اللي كنا درنا الخواسير كان انتقاد ديال بصح ديال اللغه العربيه، لا ولكن باش عجبني انتقادات، ما كانش انتقادات على التمثيل ديالنا او انتقادات على الاخراج او لا ليميير او لي رول اللي ضحكنا، كان فقط انتقادات على ديك اللغه الدارجه اللي درنا، لغه دارجه معربه، ولكن الحمد لله النقد ملي كيكون واحد النقد وكيكون فعال هذا راه كيكون بحد ذاته كيكون واحد النجاح ديال واحد لو برودوي، اما الا ما دازش بلا نقد راه بحال ما كاين والو، خاص ولا بدا بالنقد، لان اللي كان الحاجه اللي كتمشي ليها هي اللي ناجحه، اللي كتنقدها هي اللي كتكون ناجحه، اما اللي دايزا ان بيغسي راه دايره ما عقل عليها حتى حد. دابا نقدر نقول لك احنا خدامين على الجزء الثاني ان شاء الله ديال الخواسير، نقدروا نشوفوا قبل رمضان، علاش لا، احنا ماشي اوبليجي باش نكونوا غير في رمضان ونخدموا، نقدروا نشوفوا ان شاء الله ابخي رمضان ان شاء الله. واحد لاكور فافورابل اللي دار هاد اليامات، فافورابل لو جيج عطانا اكور فافورابل بان راه لا شونسون راه داخله في نطاق سعيد مسكير، بلاجيا سعيد مسكير، ولكن باقي داكشي ما كاينش، يلا درنا الخطوه الاولى ديال واحد 50%، والحمد لله المهم اللي عطانا لاكور فافورابل هذا هادشي اللي كنت كنقلب عليه. وليكسبيرتيز وليكسبير وداكشي اللي داروا على لا شونسون دي فرونسي اللي داخلين في الميدان اللي عطاتهم المحكمه الفرنسيه، عطاوني بان راه لا شونسون 100% سعيد مسكير، وهادشي اللي كنت كنقلب عليه. وماديا انا طالب وماديا هو الرجوع، لان هذيك الاغنيه دارت واحد الاجتماع هائل في فرنسا او جميع المناطق اللي كتهضر بالفرنسيه والمغرب الجزائر تونس الى اخره، هذيك الاغنيه ما ننساش بان دارت واحد النجاح كبير، دونك بغيت نسترجع فقط غير لي دروا دو توغ ديالي، لان هذاك من حقوق الحقوق ديالي، وكل كيلتزم بحق ديالو معنوي هو، باش الناس نقول لهم بان راه سي فغي، لان كاين اللي ما متيقش بان راه هذيك الاغنيه راه ديالي، بغيت نقول لهم بان راه هذيك الاغنيه اللي كتسمعوها هضروا على العلم، اذا كنت تقدر تهضر على العلم اسكت، هذيك الاغنيه انا موسيقي باتور ميوزيسيان شونتور كلافي غيتاريست قارئ الموسيقى، دونك كنعرف ملي نسمع موسيقى نقول لك واش ديالي ولا ماشي ديالي، دونك باش نبلغ دوك الناس بان هذيك الاغنيه راه ديالي فقط. لا ورا انا فان ديال قاد، انا ماشي واحد الانسان، انا فان ديال قاد المالح، عزيز عليا داك السيد، حنا فقط الاختلاف وقع علينا فقط في هذه الاغنيه، وكل ما بغينا نرجع لها واحد الحق اللي عندي انا فقط، هذاك الشيء علاش. علاش لا؟ راه كتشبه لي راه بحال خويا، كان شي عماله مرحبا بك انا معاك. وإلا جاتني علاش لا؟ ديجا راه أنا درت بزاف الفيديو مع الفنانة المغاربية المغاربة الداودي نبيلة معان مالك حميد بوشناق العديد، وعلاش لا؟ إذا كانت شي حاجة مرحبا ألف مرحبا. تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحة، سلطانة راكم منورينا كتوصلوا لنا الأخبار ديالنا، الله يعطيكم الصحة، حنا محتاجين لكم بمعنى الكلمة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.